ترى طارق من الانستغرام تدش تسوي حركات انا اقول لك شيء وتكتب وهي تروح ترد عليك بطريقه انا بقى. اكتب اليوم كتبت من فتره كتبت يعني باسم ساكت ما رد على الهجوم اللي صار لا تاسفنا على قدر الزمان ناس حتى قالوا اعتقد الشعر للامام زين العابدين وناس قالوا للامام الشافعي او يعني ما اختلفوا وانت بديت وانت من الضحك بالاستقرار قال هذا صدام قايلها زعلوا شلون تقولها صدام يبقى قالها الشعر يعني قالها صدام احنا ما عندنا مشكله زين وانت بديت وانت تتحمل اي اغنيه والله ليش تحاسبني على اغنيه؟ علينا لكن انا سمع انت بديت انت تتحمل شوف الاستغرامات